تعلم التوحيد، لأن كثيرا من الناس لو تسأله ما هو التوحيد لا يجيبك، لأنه ما تعلم معناه والمقصود به أنه هو إفراد الله بالعبادة. الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله بالعبادة، وليس إفراد الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة. هذا لا يكفي، هذا توحيد الربوبية، وهذا كانت الجاهلية يعتقدونه أيضا، يقرون به ويقرون به ويعترفون به، ولكنهم لما كانوا يعبدون مع الله غيره صاروا مشركين خالدين مخلدين في النار، إلا من تاب إلى الله منهم قبل الموت والتزم بعبادة الله.